الخبر كان صدمة مؤلمة جدا، ولولا عناية ربنا أنا ما كنتش هقدر أستحمله. المرحوم كان من أخلص الرجال وأكثرهم وفاء وأمانة وشهامة. كان أخ قبل ما يكون صديق، وصديق قبل ما يكون زميل. خسارته لا يمكن تعوض. لكن هو انتحر ليه سعادتك؟ مين قال انه انتحر؟ عطيه عصفور لا يمكن ينتحر. الدكتور يسري نصر، وحضرتك عارف انه دكتور نفساني، بيقولوا انه كان واخد منه ميعاد بعد الحادث الاليم بثلاث اربع ساعه. عطيه عمر ما كان مريض نفسي، مش اي مريض نفسي يبقى عنده استعداد للانتحار. يكون اتقتل يا فندم؟ مين يقتل عطية؟ من ذلك الوحش الكاسر القادر على قتل البراءة والعفة والأمانة والشهامة؟ إذا وجد هذا الشخص قولوا على الدنيا السلام. ما تبقاش دنيا. اسمحوا لي اقول لكم ان عطيه لم يموت. عطيه حي فيكم، وكونوا على ثقه ان روح عطيه الطاهره لن تتخلى عنكم. اشكركم، والبقاء في حياتكم.